فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد 500 ريال سعودي في الحرم، شخص وجد 500 ريال سعودي في الحرم وأخذها جهلا منه وقام بتقسيمها على بعض الفقراء الذين داخل الحرم، فما حكم فعله هذا وماذا عليه؟ إذا كانت ليس لها علامات تفرقها عن غيرها هذه ليست لقطة، هذا مال ضائع تصدق به وما فعله طيب، هذا لا بأس، لأن ما لها علامة. أما إن كان لها علامات فهذه لقطة يعرف ويحتفظ بعلاماتها، فإذا جاء من يدعيها ووصفها بالعلامات الموجودة دفعها إليه. نعم.